إذن عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا وجهود إغاثة المنكوبين، ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الصحفي والمحلل السياسي السوري سامر العاني. أستاذ سامر، مرحبا بكم. يعني 14 يوما على وقوع الزلزال الأكبر في تاريخ سوريا والذي أوقع بحسب الإحصائيات آلاف الضحايا، ولكن في هذا الأثناء كيف ترى جهود الإنقاذ والإغاثة خلال الفترة الماضية؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين، شكرا لقناتكم على هذا التفاعل المستمر مع المأساة السورية ومع ما يجري في الشمال السوري وما يجري على السوريين. يعني حقيقة يعني التفاعل أو العمل على إنقاذ الضحايا والعمل على مساعدة الناس في ظل أزمة الزلزال، نستطيع القول أن الجهود الأكبر أو الجهود المطلقة هي جهود السوريين نفسهم، جهود النشطاء السوريين، جهود الفرق التي تشكلت على عجل فور وقوع الزلزال، وأيضا جهود منظمة الخوات البيضاء الدفاع المدني وجهود المنظمات العاملة في هذا الشأن. هذا إذا كنا نتحدث عن الجهود الداخلية أو الجهود التي بذلت لإنقاذ الضحايا، لإخراج العالقين، لإسعاف الجرحى، وأيضا لإغاثة الناس الذين تشردوا في الصحارى، في الخيام، في المزارع وما إلى ذلك. أستاذ سامر، تركيا أعلنت توقف عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي. هل لديكم معلومات حول مثل هكذا قرار في الشمال السوري، توقف عمليات البحث والإنقاذ؟ يعني أيضا الدفاع المدني، يعني الأستاذ رائد الصالح مدير الدفاع المدني أعلن عن توقف عمليات الإنقاذ والبدء بتجريف المباني. حقيقة هناك عدد كبير من المفقودين، هناك عدد كبير حتى الآن لم يعرف مصيرهم مجهول، هل هم تحت الأنقاض، هل هم مصابون وأسعفوا على مشافي، لا أحد يعلم في أي مشفى هم، مصيرهم مجهول. المشكلة أيضا أن فرق الدفاع المدني لم تعد تسمع أصوات، بمعنى أنين الناس أو أنين العالقين تحت الأنقاض كان هو ما يبعث الأمل، هو ما يدل على وجودهم، هو ما يدل على مكان تواجدهم. أيضا موضوع الرسائل التي كانت تصل عبر الجوالات تحت الأنقاض أيضا كانت تدل على وجوده، انقطعت هذه الرسائل، انقطع أنين العالقين تحت الأنقاض، وبالتالي أصبح من الصعب جدا جدا معرفة إذا كان هذا البناء فيه ضحايا أو لا، فيه يعني ناس ما زالوا أحياء أو لا. الأصوات خفتت تماما. إذا ما فتحنا نافذة الجهود الأممية لإغاثة السوريين في الشمال السوري، هناك حديث عن تهديد أطلقتها فرق أممية ضد من ينتقد أدائها. أنتم في غازي عنتاب، كيف تابعتم الجهود الأممية أستاذ سامر؟ صحيح. يعني دعني أقول أن إن كانت الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو المنظمات العاملة في مجال الإنقاذ وفي مجال الضحايا، في مجال العمل الإنساني، يعني لم تكن على حجم المأساة حقيقة، إن كان في الشمال السوري أو حتى في تركيا، وأنا أخص الوضع الأكبر في الشمال السوري على اعتبار أن هناك عرقلة كانت في الشمال السوري. يعني أنا أتحدث هنا مثلا بالأرقام، في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام عدد الضحايا لم يتجاوز 350 ضحية، ورحمهم الله ونحن نعزي ذويهم. نعم. في مناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة تجاوز عدد الضحايا أكثر من 3700. أين ذهبت المساعدات الأممية؟ ذهبت إلى مناطق النظام التي لم تتضرر، يعني التي لم تتضرر أكثر من 10% نسبة إلى المناطق المتضررة. هو في هذه النقطة ارتشف قليلا من الماء أستاذ سامر. في هذه النقطة هناك تصميم من قبل الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي إيصال المساعدات عبر النظام السوري رغم ثبوت احتجازه ومصادرته لمعظم تلك المساعدات، لماذا هذا التصميم من قبل المجتمع الدولي؟
يعني انا لا اسميه يعني انا اسميه تخاذل من قبل المجتمع الدولي اليوم. يعني هناك غزل واضح من المجتمع الدولي، من الامم المتحده، من المنظمات الدوليه تجاه النظام. هناك غزل واضح. يعني مثلا جير بيدرسون اين ذهب في عندما حدث الزلزال؟ اين ذهب اولا؟ ذهب اولا الى دمشق، وبعد عده ايام حتى جاء الى اسطنبول ليلتقي بالمعارضه السوريه. اذا هو زار في البدايه راس النظام. عندما تذرعت الامم المتحده بموضوع المعابر، ممن طلبت الموافقه على فتح المعابر وهي معابر بين الجانب التركي والمعارضه سوريا، ممن طلبت الموافقه؟ طلبت الموافقه من بشار الاسد. يعني انا هنا اتساءل ما علاقه بشار الاسد في مناطق تسيطر عليها المعارضه السوريه التي لها اعتراف سياسي من دول اصدقاء الشعب السوري اكثر من 100 دوله، و يعني الجانب الاخر تركيا، ما علاقه بشار الاسد؟ نبقى في هذه النقطه استاذ سامر. اذا ما اردنا البناء على تصميم المجتمع الدولي ايصال عفوا اذا ما اردنا البناء على تصميم المجتمع الدولي في ايصال المساعدات عبر النظام السوري، هل يمكن ان نطلق بان هناك محاولات من قبل المجتمع الدولي لاعاده تدوير نظام الاسد من جديد استاذ سامر؟ هل تعتقد ذلك؟ يعني هذا واضح، هذا واضح من خلال الدول التي اعادت تفعيل علاقاتها مع النظام السوري، وبالتالي من الواضح ان هناك يعني عمليه ما لاعاده انتاج هذا النظام. يعني انا اقول ان هناك بعض الدول ما زال موقفها ثابت، لكن حتى الامريكان اليوم الذين يعتبرون مصدري العقوبات تجاه النظام، ماذا حدث بعد الزلزال؟ قالوا تتوقف العقوبات لمده 6 أشهر على النظام، مع ان العقوبات غير مرتبطه بالمساعدات الانسانيه وليس لها اي علاقه بالمساعدات الانسانيه، العقوبات هي تتضمن مسائل اعاده الاعمار. المساله الثانيه، يعني كان من المواضح ان المبعوثين الدوليين الذين زاروا سوريا كانوا يخططون في تصريحاتهم ما بين الابنيه التي دمرها النظام في قصفه وما بين الابنيه التي تدمرت عبر الزلزال، وحاولوا ان يشملوا جميع هذه الابنيه انها من نتاج الزلزال، لكن حقيقه لا، الابنيه كانت من نتاج قصف النظام. لذلك انا اعتبر ان المجتمع الدولي اليوم تخاذل أمام المسألة السورية وتخاذل أمام معاناة الشعب السوري. بعد 5 أيام تقريبا حتى بدأت أو 4 أيام حتى بدأت المساعدات الدولية تتجه باتجاه يعني الشمال السوري. الشمال السوري كان يعاني مثلا من قلة المحروقات، نعم، لتشغيل الآليات من أجل إنقاذ الضحايا. لم تأتي محروقات اللي بعد 3 أيام. الشمال السوري كان يعاني من قلة الخيام، الناس كانوا في العراء، لم تأتي الخيام إلى الناس، كانوا يعانون من مشكلة الغذاء، من مشكلة عدم وجود مياه، من عدة مشاكل لم يتدخل فيها المجتمع الدولي. على العكس، من تدخل في هذه المسألة هم السوريين أنفسهم. أنا أعرف كثير من الفرق تطوعوا لجلب احتياجات من إما من عن طريق التهريب أو من تركيا أو من غيرها، لم يفعل المجتمع الدولي شيء. المسألة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها بعجالة، يعني لو تفضلتم، قالت الأمم المتحدة أن طريق باب الهوى مغلق، نعم، ولا نستطيع إيصال المساعدات. استطاعوا إيصال ضحايا الزلزال في تركيا إلى معبر باب الهوى، ولم يستطيعوا إيصال شاحنة مساعدات واحدة. يعني هذا الأمر أصبح مفضوح ومكشوف. وأنا أعتقد أن الأمم المتحدة اليوم تحرج نفسها، المنظمات الدولية تحرج نفسها، وقعت في حرج أمام شعوب العالم أنها لم تتدخل في المسائل الإنسانية وبدأت تسيس العملية الإغاثية وعمليات الدعم. شكرا وعمليات سامر. خرجت من، نعم، يعني من الإطار الذي أنشئت لأجله. عبر سكايب من غازي عنتاب الصحفي والمحلل السياسي السوري سامر العاني، شكرا جزيلا لكم.